إحنا المحاضرات اللي فاتت خذينا عرفنا شنو هو التلوث، أنواع الملوثات، شنو هي الملوثات، طرق الوقاية من التلوث أو تقليل من التلوث. اليوم إن شاء الله حناخذ أهم الظواهر اللي تسبب في تفاقم مشكلة التلوث. شنو هي المظاهر اللي تسبب مشكلة التلوث؟ عندنا 3 مظاهر للتلوث البيئي. أولا تلوث الهواء والأير بوليوشن. تلوث الهواء ينتج هذا النوع من التلوث نتيجة لوجود مواد كيميائية، جسيمات في الغلاف الجوي بنسب عالية أو بنسب مرتفعة. قد تكون هذه الملوثات مثلا زي أكسيد الكربون، أول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون، أكسيد النيتروجين، معادن ثقيلة وغيرها من المواد. العنصر الثاني اللي هو تلوث الماء نسميه الووتر بوليوشن. طبعا هذا النوع من التلوث يعني يحصل نتيجة النشاطات اللي يقوم بها الإنسان، وذلك بصرف المخلفات الصناعية في المسطحات المائية أو في مجاري المياه الطبيعية، وبالإضافة إلى مياه الصرف الصحي وغيرها من الملوثات الأخرى التي قد تصل أيضا حتى إلى التربة. فهذه المخلفات يعني بما فيها الصرف الصحي والصرف الصناعي يعني تحتوي على مواد خطيرة، مواد كيميائية، أحياء دقيقة ممرضة، فمشاكلها كثيرة يعني. فالعنصر الثالث اللي هو تلوث التربة أو اللاند بوليوشن، أيضا يحدث هذا تلوث التربة نتيجة لتسرب الملوثات بمختلف أنواعها، سواء كانت مخلفات منزلية أو مخلفات صناعية، بالإضافة إلى الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية اللي تستخدم لمكافحة الآفات والحشرات، أيضا نواتج بعض الأنشطة التعدين التي قد تصل إلى حتى طبقات عميقة من التربة. ندرس كل عنصر أو نمسك كل عنصر من هذه العناصر على حدة ندرسوه يعني بشكل مفصل. نجي أولا تلوث الهواء هو الأير بوليوشن. أولا نعرف شنو هو الهواء، ليش تكون الهواء؟ الهواء هو كل الغازات اللي تحيط بالكرة الأرضية، يتكون من الأكسجين، من ثاني أكسيد الكربون، من النيتروجين، بخار الماء، وتكون هذه المكونات بنسب مختلفة، يعني كل غاز من هذه الغازات عند رقم معين، مثلا الأكسجين حوالي 21% أو 20.9%، ثاني أكسيد الكربون حوالي 23%، يعني كل غاز من هذه الغازات عند رقم بنسبة موجودة بنسبة ثابتة وتختلف عن المكونات الأخرى. هذا بالنسبة لشنو هو الهواء. نجي تلوث الهواء، لما نقول لنا تلوث الهواء شنو نقصد أنا بتلوث الهواء؟ هو تعرض الغلاف الجوي لمواد كيميائية أو جزيئات مادية أو مركبات بيولوجية هي عبارة عن الكائنات الحية التي تسبب الضرر للإنسان والكائنات الحية الأخرى، بالإضافة إلى تؤدي إلى الإضرار بالبيئة الطبيعية. يعتبر الهواء ملوث أيضا إذا حدث تغير في تركيبه لأي سبب من الأسباب. شو معنى الكلام هذا؟ يبقى تلوث الهواء هو تعرض الغلاف الجوي طبقات الأربعة لمواد كيميائية أو جسيمات. الغلاف الجوي نقول نحكي على الطبقة السفلى، يعني هي لوجود مواد كيميائية أو جسيمات مادية، إن كانت هذه الجسيمات كائنات ممرضة موجودة في الهواء، بحيث انها تسبب الضرر، تكون ضاره بالنسبه للانسان والكائنات الاخرى يعني. واذا حدث ايضا خلل او حدث تغير في مكونات الهواء او في تركيب الهواء، احنا قلنا الهواء يتركب من الاكسجين وثاني اكسيد الكربون ونيتروجين وبخار الماء، يعني نفرض ان نقص الاكسجين عن المعدل الطبيعي، زادت نسبه ثاني اكسيد الكربون، زادت نسبه النيتروجين، فهنا حدث تغير في تركيب مكونات الهواء، يعني فهذا ايضا يعتبر تلوث، لان هذا التغير حدث بسبب مشكله، بسبب ملوث ادى الى حدوث هذا التغير. يبقى عرفنا تلوث الهواء هو تعرض الغلاف الجوي لمواد كيميائيه، جزيئات ماديه او مركبات بيولوجيه بحيث انها تسبب الضرر للانسان والكائنات الحيه الاخرى. قد يكون التلوث يعني يحدث في صوره تغيير في تركيب الهواء لاي سبب كان. ماشي، هي ملوثات الهواء. طبعا احنا الملوثات قلنا هي مواد تسبب التلوث، يعني معناها في مادة هنا سببت لنا تلوث الهواء. يبقى ملوثات الهواء هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن أي مادة يمكن أن تسبب الضرر للإنسان والكائنات الحية اللي موجودة مع الإنسان والبيئة، يعني تسبب ضرر للإنسان والبيئة بما فيها يعني. ومن الممكن أن تكون هذه الملوثات قد تكون بصورة قطرات سائلة أو غازية، قد تكون طبيعية أو ناتجة عن نشاط الإنسان. تو نعرفوا إحنا مصادرها لما نصدر مصادر تلوث الهواء.
يبقى ملوثات الهواء عبارة عن مادة. لما نقول ملوث معناها مادة سببت لنا ظاهرة التلوث أو مشكلة التلوث، يبقى عبارة عن مادة يمكن أن تسبب الضرر. لما نقول أنا تلوث أو ملوث لازم هو يسبب لي ضرر، عشان أنا نقول نطلق عليه تلوث هو سبب لي ضرر للإنسان والبيئة بما فيها. لما نقول بيئة نقصد الكائنات الحية الأخرى يعني. يبقى هي مادة، أي مادة تسبب ضرر للإنسان والبيئة، وممكن أن تكون، قد تكون يعني بصورة سائلة، قد تكون بصورة غازية، قد تكون مصدرها طبيعي وقد يكون مصدرها ناتج عن نشاط الإنسان. ناخذ فكرة يعني حتى بسيطة عن مكونات الغلاف الجوي وتركيب الغلاف الجوي الأتموسفير. شو هو أن نقول تلوث الغلاف الجوي، تعارض الغلاف الجوي، بنشوف شو هو بشكل مختصر تركيب الغلاف الجوي أو تكوين الغلاف الجوي. يتكون الغلاف الجوي من 4 طبقات. الطبقة الأولى اللي هي طبقة التروبوسفير ونسميها طبقة التغيير. فالطبقة هذه هي الطبقة السفلى من الغلاف الجوي، يعني تمتد من حوالي 8 إلى 18 كيلو متر فوق سطح الأرض. تحتوي من حوالي من 70 إلى 80% من كتلة الهواء وبخار الماء. هذه الطبقة تتميز بين جميع الظواهر الجوية تحدث فيها، تحدث في هذه الطبقة، مثلا من أمطار، من ضباب، من سحب، من الظواهر اللي نشوف فيها المختلفة في التضاريس هذه تحدث في طبقة التروبوسفير. ودرجة الحرارة تنخفض كلما ارتفعنا، كلما ارتفعنا عن الطبقة هذه تبدأ درجة الحرارة تنخفض. يبقى هذه الطبقة الأولى يسمينها طبقة التروبوسفير أو الطبقة السفلى. شو الطبقة الثانية؟ هي طبقة الميزوسفير أو نسميها طبقة السكون. الطبقة هذه ترتفع من حوالي من 15 إلى 50 كيلو متر فوق سطح الأرض. حرارتها يعني ترتفع كلما ارتفعنا ترتفع درجة حرارتها. ليش؟ شنو السبب؟ بسبب تفكك جزيء الأكسجين. يتفكك جزيء الأكسجين بسبب الأشعة فيعود ليكون الأوزون وتنطلق طاقة حرارية. لذلك كلما نرتفع ترتفع درجة حرارتها. يبقى عرفنا ليش؟ بسبب تفكك جزيء الأكسجين بسبب الأشعة فيتكون غاز الأوزون أو يتكون الأوزون فتنطلق طاقة حرارية تؤدي لارتفاع درجة الحرارة. هذه الطبقة لا تحتوي على بخار ماء، يوجد بها غاز الأوزون لكن يتكون نتيجة تفكك جزيء الأكسجين. فالغاز اللي هو يوجد بها غاز الأوزون اللي هو يحمي، شنو فائدة غاز الأوزون؟ عارفين أنه هو يحمي المحيط الحيوي من الأشعة فوق البنفسجية. وهذه الطبقة طبقة مستقرة لا توجد بها تيارات هوائية. هذه الطبقة الثانية. الطبقة الثالثة اللي نسميها طبقة الميزوسفير أو الطبقة الوسطى نطلق عليها. هذه الطبقة تمتد من 80 إلى 800 كيلو متر فوق سطح الأرض. الهواء في هذه الطبقة يكون قليل الكثافة. الغاز السائد فيها غاز الهيدروجين والهيليوم. وهذه الطبقة تحدث فيها عملية التأين، وأيضا ترتفع الحرارة كلما ارتفعنا. درجة الحرارة فيها كلما ارتفعنا ترتفع درجة الحرارة في هذه الطبقة. الطبقة الأخيرة اللي هي طبقة الإكسوسفير أو نسميها الغلاف الخارجي. هذه ارتفاعها يكون على تبدأ من 800 كيلو متر. حركة الجزيئات نلقاها في هذه الطبقة تكون بشكل سريع جدا نتيجة لتحررها من الجاذبية الأرضية، عشان هيك نلقى الجزيئات حركتها سريعة. لا ينتشر فيها الصوت، والغاز السائد فيها هو غاز الهيدروجين. يبقى احنا خذينا فكرة عن تركيب الغلاف الجوي. نجي مصادر تلوث الهواء، تنقسم إلى قسمين، عندنا طبيعية ومصادر تلوث الهواء الصناعية. نجو لما نقول أنا طبيعي معناها الإنسان ملاش دخل فيها، يعني ملوثات من الطبيعة. لما نقول تلوث صناعي هاني يجي دور الإنسان، الإنسان يكون فيه له يد فيها. فيبقى المصادر الطبيعية هي المصادر التي تؤدي إلى تلوث الهواء دون تدخل الإنسان، ولا يستطيع الإنسان أن يمنع هذه المصادر، لا يستطيع أن يتحكم فيها ولا يستطيع أن يوقفها أو يستطيع أن يمنع حدوثها. مصادر تلوث طبيعية. نشوفوا زي شنو مصادر التلوث الطبيعية هذه. مثلا زي التفرغ الكهربائي الناتج من السحب الرعدية، ينتج منه بعدين أكسيد النيتروجين. هذا مشكلة طبيعية ما يستطيعش الإنسان يتحكم فيها أو يمنعها. يبدأ المصدر الأول التفريغ الكهربائي الناتج من السحب الرعدية اللي ينتج عنه أكسيد
النيتروجين. المصدر الثاني أو النوع الثاني الغازات المتنوعة الناتجة من البراكين مثل غاز ثاني أكسيد الكبريت. يعني البركان لما ينشط يحدث انفجار، فيوم لما ينفجر البركان حيطلع منه غاز ثاني أكسيد الكبريت، وهذه ملوثات هواء طبيعية. أيضا سقوط الشهب والنيازك إلى طبقات الجو فتسبب في تساقط الأتربة، لما تتساقط الشهب والنيازك فتسبب في تساقط الأتربة في الهواء، وهذا يعتبر مصدر تلوث طبيعي. أيضا الرياح والعواصف وما ينتج عنها من أملاح. كذلك حبوب اللقاح تعتبر من مصادر تلوث الهواء الطبيعي. حبوب اللقاح هي تحدث عملية تلقيح النباتات في الربيع يعني، فهذه أيضا تعتبر مصدر تلوث. كذلك تعفن الحيوانات والنباتات بعد ما تموت، تعفن ينتج عنها فطريات ينتج عنها بكتيريا فتسبب لنا في تلوث الهواء. كذلك أشعة الشمس وما ينتج عنها من غاز الأوزون أيضا تعتبر مصادر تلوث طبيعية. ممكن مثال آخر اللي هو حرائق الغابات وما ينتج عنها من دخان وغاز أو أكسيد الكربون، هذه أيضا من مصادر تلوث الهواء الطبيعية. يبقى هذه أمثلة أو بعض الأمثلة على مصادر تلوث الهواء الطبيعية. نجيب مصادر تلوث الهواء الصناعية. طبعا السبب الرئيسي في تلوث الهواء الصناعي هو الإنسان، يعني هنا الإنسان يستطيع أن يتحكم في هذا النوع من التلوث أو يسيطر عليه قدر المستطاع، يعني عشان يحافظ على البيئة. فيبقى مصادر تلوث الهواء الصناعي السبب الرئيسي لحدوثها هو الإنسان، ويمكن الإنسان التحكم فيها قدر المستطاع. زي شنو مصادر تلوث الهواء الصناعية؟ زي مثلا استخدام الفحم لتوليد الطاقة فتنبعث عنه غازات سامة في الهواء، هذا مصدر تلوث صناعي سبب فيه الإنسان يعني. كذلك استخدام مشتقات البترول كمصادر للطاقة، أيضا أنا الإنسان له دور يعني. استخدام الغازات في وسائل النقل مثل السيارات والقطارات والطائرات أيضا هذه تعتبر مصادر تلوث صناعية للهواء. يعني الدخان الناتج من المصانع المختلفة مختلف أنواعها فهذا أيضا يعتبر مصدر تلوث صناعي. كذلك المخلفات اللي ناتجة من الأنشطة اللي يقوم بها الإنسان، الأنشطة الزراعية مثل استخدام المبيدات الحشرية، فهذه أيضا تعتبر مصادر تلوث. يعني مذيبات مختلفة هذه كلها تعتبر مصادر تلوث صناعية. يبقى عرفنا أن أنواع مصادر تلوث الهواء مصادر طبيعية ومصادر صناعية. نجي نشوف أنواع الملوثات في الهواء، شنو أنواعها يعني. طبعا الملوثات قلنا هي مواد تسبب تلوث الهواء، يبقى هي المواد المنتشرة في الهواء وتتنوع في أشكالها وفي تركيبها الكيميائي وتأثيراتها السمية والصحية، فتنقسم إلى 3 أشكال أو 3 أنواع. عندنا أول النوع الأول هو الدقائق الصلبة. الدقائق الصلبة زي شنو؟ أولا زي الغبار. الغبار طبعا يعتبر هو الأكثر شيوعا يعني في الهواء من ملوثات الهواء، يعتبر الهواء هو الغبار هو الأكثر شيوعا. فعندنا نوعين من أو أكثر انتشارا، عندنا نوعين من الغبار، عندنا الغبار الناعم والغبار الخشن. فالغبار الناعم يكون أكثر ضرر أو شد خطر على صحة الإنسان خاصة على الجهاز التنفسي. الدخان أيضا يعني يعتبر من الدقائق الصلبة، هو عبارة عن دقائق اللي تنتج عن عمليات الحرق. دقان ينتج عن عمليات حرق يعني، فتكون في صورة دقائق يعني. الهباء الجوي هذا قد يكون في صورة قطرات صلبة أو تأخذ شكل صورة سائلة يعني. السخان هو عبارة عن جزيئات صغيرة جدا مثل جزيئات الكربون متناهية الصغر، نطلق عليها السخان. النوع الآخر هو الغبار الصناعي. الغبار الصناعي هو الناتج عن الصناعات المختلفة مثل صناعة الأسمنت، الجبس، المعادن الثقيلة وغيرها من الصناعات الأخرى يعني. تبرأ من الصورة الصلبة أو من الدقائق الصلبة أنواع الملوثات الصلبة. حبوب اللقاح أيضا نعتبرها، طبعا احنا اعتبرناها هي مصدر تلوث هواء طبيعي يعني، فهنا أيضا تصنف من ضمن الدقائق الصلبة يعني لأنواع الملوثات. البخار المعدني الناتج من تكاثف الأبخرة، هذه كلها وهذه الأنواع تاخذ شكل أو نطلق عليها الملوثات أو ملوثات الهواء الصلبة يعني. لتاخذ صورة سائلة اللي هو النوع الثاني أو القطرات السائلة زي الأحماض، الزيوت، المبيدات، قد تكون في شكل على شكل أراذال
شهوردات ومواد كيميائية مؤكسدة، وقد تكون في صورة ضباب يعني ناتج متكاثف السوائل المبخرة. يبقى هذا النوع الثاني. يبقى عرفنا النوع الأول للدقائق الصلبة، النوع الثاني القطرات السائلة. نجي النوع الثالث اللي هي الملوثات الغازية، طبعا هي الغازات اللي موجودة أو الناتجة عن المخلفات الصناعية، الغازات الناتجة عن المخلفات الصناعية مثل أكسيد الكربون، مثل أكسيد الكبريت، أكسيد نيتروجين، هيدروكربونات. هذه كلها غازات، خاصة مثلا ثاني أكسيد الكربون إذا زاد عن المعدل الطبيعي أو نسبته عن المعدل الطبيعي فيعتبر ملوث يعني. فأكسيد النيتروجين وأكسيد الكبريت هذه كلها ممكن تسبب لنا مشاكل أخرى حنشوفوها بعدين، حتى في تلوث المياه زي الأمطار الحمضية وغيرها يعني. هذا بالنسبة لأنواع ملوثات الهواء. يبقى قد تاخذ شكل صورة صلبة أو صورة سائلة أو صورة غازية. نجي نشوف احنا أضرار تلوث الهواء على صحة الإنسان وعلى البيئة. شنو الضرر اللي يسبب تلوث الهواء لما يكون ملوث على الإنسان، على صحة الإنسان وعلى البيئة يعني بما فيها. نطرق أولا لأضرار تلوث الهواء على صحة الإنسان. طبعا هناك الكثير من الأمراض اللي يكون سببها تلوث الهواء. ناخذ من ضمن هذه الأمراض أو بعض هذه الأمراض مثل انتشار أمراض الرئة والقلب، أمراض الربو، في كلها وانسداد الشعب الهوائية سببها تلوث الهواء. كذلك أمراض الجهاز التنفسي من صعوبة في التنفس، اختناق، أيضا كلها سببها تلوث، مشاكل تلوث الهواء. كذلك الضباب الدخاني، انتشار هواء أو انتشار ذباب الضباب الدخاني يعني يؤثر على صحة الإنسان يضر بيها وقد يسبب حتى في الوفاة يعني، نهاية الأمر يؤدي إلى الوفاة. كذلك تلوث الهواء يسبب في انخفاض معدل المواليد، انتشار حالة العقم أيضا. من أسبابها لما ندرسها ونشوفها نلقى سببها تلوث يعني من ضمن أسبابها أو من بين أسبابها تلوث الهواء. كذلك حدوث مشاكل في العين والأنف، التهابات، والتعرض لمشاكل متعددة مثل مشاكل ماء العين أو ميت العين، هذه أيضا سببها تلوث أو الملوثات الموجودة في الهواء. كذلك مشاكل أخرى تحصل للإنسان مثلا مشاكل في ضغط الدم في الجهاز العصبي، أيضا الإصابة بأنواع مختلفة من السرطانات أهمها سرطان الجلد. يبقى هذه بعض الأمراض اللي يصاب بها الإنسان أو بعض الأضرار اللي تحدث لصحة الإنسان نتيجة تلوث الهواء أو بسبب تلوث الهواء. ذو تأثير أو أضرار تلوث الهواء على البيئة يعني، أيضا الهواء عنده ضرر أو سبب في أضرار على البيئة. زي شنو؟ طبعا يتسبب تلوث الهواء في كوارث متعددة في البيئة، مثلا زي ثقب طبقة الأوزون. لأن طبقة الأوزون مهمة جدا إنها تحمي محيط الكرة الأرضية مثلا من الأشعة الضارة اللي تصل من الشمس إلى الأرض. فهنا نتيجة هل التلوث والثورة الصناعية والتقدم هذا كله سبب أو أدى إلى حدوث ثقب في طبقة الأوزون. فهذا أتاح وصول يعني بعض الأشعة أو وصول الأشعة الضارة إلى الأرض، فهنا تضررت البيئة يعني بسبب تلوث الهواء. أيضا القضاء على الثروة السمكية في البحار يعني، السمك الثروة السمكية أيضا تتأثر نتيجة تلوث الهواء يعني وصول الملوثات إلى المسطحات المائية يعني، سواء كان عن طريق الأمطار الحمضية أو بأسباب الانجراف وإلى آخره من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى وصول الملوثات للمسطحات المائية، وبالتالي القضاء على الثروة السمكية في البحار. تغيرات في المناخ وتساقط الأمطار في فصل الصيف نتيجة تلوث الهواء، يعني يحدث تغيرات في المناخ يعني ممكن درجة الحرارة ترتفع مثلا في فصل الشتاء، تنخفض فصل الصيف، نجد أمطار في فصل الصيف، يعني إيش تقلبات وتغيرات في المناخ بسبب تلوث الهواء. كذلك الأضرار بالمحاصيل الزراعية يعني، أيضا ملوثات الهواء بتأثر على المحاصيل الزراعية. كذلك التلوث بالأمطار الحمضية، الأمطار الحمضية قلنا نتيجة لوجود غازات زي مثلا أكسيد الكبريت، أكسيد غاز أو أكسيد الكربون، النيتروجين بنسب عالية، فبالتالي حتتفاعل مع جزيئات الماء وتسقط أو يسقط المطر في صورة ماء حمضي، تكون حمض الكبريتيك أو حمض النيتريك أو حمض الكربونيك إذا كان غاز أو أكسيد الكربون.
فبالتالي يكون مطر، يتكون مطر حمضي، والمطر الحمضي معروفة مشاكل كثيرة خطيرة، سواء كانت على التربة، على الماء، على الهواء، على البيئة بشكل عام، الإنسان، فأضرارها كثيرة يعني. كذلك نجون موت أو يسبب موت العديد من الحيوانات، يعني لما يكون الهواء ملوث فعلا يعني يؤدي إلى انقراض، حتى انقراض العديد أنواع مختلفة من الحيوانات. هذا بالنسبة للأضرار يسببها تلوث الهواء. لأن مشكلة الهواء احنا عرفنا مصادرها، عرفنا الملوثات، الأضرار اللي تسببها سواء على الإنسان أو البيئة. فهل في حلول مشكلة، في حلول ممكن لهذه المشكلة، أو حتى على الأقل تقلل من هذه المشكلة؟ طبعا للحد من تلوث الهواء، للحد من تلوث الهواء، فإن هناك عدد من الاقتراحات التي طبقتها بعض الدول، وساعدت هذه الحلول على التقليل من تلوث الهواء إلى أدنى حد، يعني ممكن ما قضتش على التلوث بشكل نهائي 100%، لكن إيش؟ يعني قللت من تلوث الهواء إلى أدنى حد. يعني زي إيش الحلول هذه نشوفوها؟ يعني مثلا زي عمل منطقة خاصة لبناء المصانع بعيدة عن الأماكن أو المناطق السكانية، يعني أنا ندير منطقة خاصة بالمصانع، ما نجيش أنا في حي سكني وندير مصنع يعني، أو منطقة آهلة بالسكان وندير مصانع فيها، لا، أكيد راح في مخلفات، في أضرار حتنتج يعني. فلا بد أن يكون هناك منطقة صناعية خاصة بالمصانع وتكون بعيدة عن المناطق السكانية، هذا أول الحلول يعني. حل ثاني التقليل أو حتى منع استخدام المبيدات. طبعا في بعض الدول يعني منعت بشكل نهائي استخدام المبيدات الحشرية، لأن المبيدات الحشرية هي تستخدم لمكافحة الآفات، إذا استخدمت هذه المبيدات بصورة معتدلة حتعطي نتيجة، لكن إذا استخدمت بصورة متكررة وبشكل كثير فبالتالي حتسبب مشاكل وتسبب أضرار. فيفضل التقليل من استخدامها أو استخدام في وسائل بديلة عن المبيدات، نستخدم الوسائل البديلة أفضل. أيضا تطبيق القوانين من قبل الحكومات التي تحد أو تعمل الحد من تلوث الهواء، يعني لابد الدولة أو الحكومة يكون عندها قوانين، تشريعات تعمل على الحد من تلوث الهواء، زي مثلا استخدام البنزين الخالي من الرصاص، لابد أن تكون هناك قوانين وتشريعات. كذلك وضع رقابة على المصانع، وخاصة التي تقوم بإنتاج المواد الزراعية، لأن المواد الزراعية هذه تعتبر من أكثر مصادر تلوث الهواء انتشارا، فلابد هذه المصانع أن تكون في رقابة عليها، لابد أن تكون في رقابة عليها، تستخدم فيها وسائل تقلل من التلوث، تكون عندها أجهزة، تكون عندها آليات، فلاتر إلى آخره، لابد هذه المصانع أن تكون تحت المراقبة. كذلك مراقبة استخدام المواد التي تضر طبقة الأوزون، يعني بعض المصانع تستخدم مواد، يتم تصريف مواد إلى آخره في الغلاف الجوي، فهذه المواد قد تضر بطبقة الأوزون، لابد أن تكون تحت المراقبة. كذلك التخلص من النفايات بطرق، لابد النفايات تتخلص منها بطرق صحيحة وبطرق سليمة، يعني نمنع دفنها أو حرقها، لأني أنا لما نجي أنا ندفن النفايات أو نحرقها حسبب مشكلة أخرى، فحرقها أدى إلى تلوث الهواء. يعني لو كان الملوثات هذه في صورتها الأولى أفضل من لما يتم حرقها، تكون غازات أخرى، تكون ملوثات أخرى ودخان ومشاكل أخطر مما كانت عليه. كذلك لما يتم دفنها في أماكن غير مخصصة، يعني قد تصل ضرب التربة، تصل إلى المياه الجوفية، ضرب الكائنات الحية الموجودة في التربة تسبب مشاكل أخرى، فاكهة ما حليناش، فلابد أن نتخلص من النفايات بطرق صحيحة وطرق سليمة يعني. كذلك الاهتمام بزراعة الأماكن العامة، الزراعة مهمة جدا يعني، زراعة الأماكن العامة والحدائق، لأن الأشجار أو النباتات لها دور كبير يعني في تنظيف الهواء وفي تنقية الهواء، فلابد من الاهتمام بالزراعة. كذلك لابد من حملات توعية بأهمية الحفاظ على البيئة وحماية الهواء من التلوث. يعني في ناس ما عندهاش دراية بمشكلة التلوث والمشاكل، ما يعرفها، فلابد أن تكون بين فترة وفترة في حملات توعية نوعي فيها الناس يعني بالطرق الصحيحة للتخلص من الملوثات، عدم استخدام المبيدات، عدم استخدام، يعني نوعيهم المشاكل أو الأضرار التي قد تحصل للبيئة بسبب النشاط أو العمل القومي الإنسان، إن الضرر هذا في النهاية بكل حيكون له أثر سلبي على الإنسان هو في حد ذاته يعني.
فلابد أن يتهاون الإنسان يعني في إيجاد حل جذري وسريع للحد من مشكلة انتشار تلوث الهواء، اللي أصبح مشكلة تلوث الهواء أصبح ضرر يعني، أو تسبب الضرر وانتشار الأمراض المزمنة والمميتة في جميع أنحاء الأرض، يعني مش في مكان واحد بس. يعني نجي توا دور هذه بعض الحلول، يعني بعض الحلول تقلل من تلوث الهواء يعني قدر الإمكان. نجو دور النبات في الحد من ملوثات الهواء. احنا ذكرنا قلنا لابد للاهتمام بزراعة الأماكن العامة والحدائق، لأن النبات يعني له دور مهم جدا في المحافظة على البيئة، فبسبب التطور التكنولوجي والثورة الصناعية في كل المجالات يعني، وكذلك الزيادة السكانية، زيادة عدد السكان، هذا كله أدى إلى تدهور البيئة وتلوث البيئة في كل مناطق العالم، مش منطقة واحدة. فخاصة يعني الاحتداء على الغابات وإزالة الغابات، حرق الغابات، فهذا سبب خلل في التوازن البيئي الطبيعي يعني. فهذا بدوره انعكس على الإنسان والكائنات الحية الأخرى، من الاحتداء على الغابات فيسبب مشاكل خطيرة، وحنطرقون بعدين في تلوث التربة ومشاكل التربة، أيضا حرقها، فهذا له أضرار، سبب لنا خلل في التوازن البيئي، وأضرار راح تنعكس سلبية على الإنسان والكائنات الأخرى. فالنبات يلعب دور مهم جدا يعني في المحافظة على البيئة والحد من التلوث البيئي، وخاصة الأشجار الكبيرة. الأشجار الكبيرة مهمة جدا في الغابات يعني، فهي تعمل كمرشحات طبيعية لتنقية الهواء. هذه الأشجار الكبيرة تعمل كمرشحات، تعمل على غسل وتنظيف الهواء من الملوثات الغازية والصلبة وإزالتها، يعني مثل الأتربة، مثل الدخان، الرماد، الغبار، الرصاص، أي كانت هذه الملوثات، فهذه الغازات أو فهذه الأشجار الكبيرة يعني تعمل على غسل الهواء وتنظيف الهواء منها. فتعمل هذه الأشجار على امتصاص الكثير من الملوثات الغازية السامة، مثلا زي الأوزون وأكسيد النيتروجين أو أكسيد الكربون. تمتص هذه الغازات السامة وتحولها إلى مواد أخرى غير ضارة للبيئة. فهنا يتضح أن دور النبات مهم جدا، أو دور الغطاء النباتي مهم جدا في المحافظة على البيئة وتخليص الهواء من الملوثات الغازية وغيرها. فبالتالي من الواجب يعني المحافظة على الغطاء النباتي، من سواء من الحرق، سواء من جرف الغابات، عملية الانجراف اللي تحدث مشاكل لدينا، البناء العشوائي والاحتداء يعني على الأراضي الزراعية والغابات والبناء العشوائي فيها، كذلك قطع الأشجار من أجل التحطيب، هذه المشاكل كلها سببت في تفاقم مشكلة التلوث الذي ينعكس سلبا على الإنسان. هيك يتضح أن النبات أيضا مهم جدا يعني في الحفاظ على البيئة بشكل عام، سواء تلوث الهواء أو الملوثات الأخرى. هنا قضينا فكرة عن العنصر الأول اللي هو تلوث الهواء. جيت هو العنصر الثاني اللي هو الووتر بوليوشن. شنو هو؟ أي تغير، هو اللي هو أي تغير يطرأ على الخصائص الطبيعية والكيميائية والبيولوجية للمياه ويسبب تغيير حالتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بحيث يصبح هذا الماء غير قابل للاستعمال. تو الماء يعني عند خصائص طبيعية وعند خصائص كيميائية وبيولوجية، فأي تغيير يحدث في هذه الخصائص سواء كان بطريقة بشكل مباشر أو بشكل غير بطريقة غير مباشرة، بحيث أصبح هذا الماء غير صالح للاستعمال. طبعا التلوث المائي ياخذ أشكال مختلفة ويحدث تداعيات مختلفة، فبالتالي تعددت مفاهيم التلوث المائي. يعني نشوف أسباب تلوث المياه. شو أسباب تلوث المياه؟ هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى تلوث المياه، منها استخدام الأسمدة والمبيدات. مثل الأسمدة والمبيدات لاحظنا هي ساهمت في تلوث الهواء وفي تلوث المياه، وحال طرقونا في تلوث التربة يعني. فكيف تصل الأسمدة والمبيدات إلى المسطحات المائية؟ قد تصل مثلا بطريقة غير مباشرة، أو عن طريق الانجراف، عن طريق الرياح، يعني عوامل مناخية قد تصل يعني في المناطق الزراعية إلى المياه الجوفية، يعني فتصبح مياه غير صالحة للاستعمال، قد تصل إلى مياه الأنهار يعني. فأول من أول الأسباب هو استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية، دفن النفايات المختلفة في المناطق
غير مؤهلة لذلك. يعني جيني فياتنا ندفنها في مكان مثلا جي منطقة زراعية أو منطقة فيها مياه جوفية ونفايات تم دفنها في هذا المكان، فهذه بالتأكيد حتؤدي يعني تتسرب وتصل إلى المياه الجوفية وتؤدي إلى تلوثها. كذلك صرف المخلفات المحملة بالكيماويات والملوثات البيولوجية المتنوعة، أي يعني كانت هذه المخلفات الكيماوية سواء كانت من مصانع سواء كان صرف صحي سواء كان أي كان أسباب مصدرها، يعني هذه أيضا من أسباب تلوث الهواء. كذلك عمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز الطبيعي أدي إلى تلوث المياه، يعني مثلا جي في بحر معين أو في محيط وتم عملية التنقيب واستخراج النفط والغاز، هذه أيضا من ضمن الأسباب اللي تؤدي إلى تلوث المياه، خاصة بالتلوث النفطي يعني. بعدين يجوز استنزاف كميات كبيرة من الأكسجين الذائب نتيجة لما يتم خلطه أو تصريفه من صرف صحي وزراعي وصناعي، فيؤدي لتناقص أعداد الأحياء المائية. يعني لما يتم تصريف مخلفات زراعية أو صناعية أو صرف صحي تكون في كائنات يعني ممرضة تستهلك هذه الكائنات الأكسجين الذائب في الماء، فبالتالي من أجل تحليل المواد العضوية فبالتالي تؤدي حتى إلى نفاذ كمية الأكسجين، وهذا يؤثر على الكائنات الحية ويؤدي إلى تناقصها وحتى انقراضها في هذا المسطح المائي. أيضا من ضمن أسباب تلوث المياه قلة الضوء الذي يخترق المياه لوجود الملوثات على سطح المياه، وطبعا الضوء احنا عارفين انه مهم جدا لنمو كثير من الاحياء المائيه كالطحالب والعوالق، فلما تكون المسطح المائي هذا او المجرى المائي مغطى بالملوثات فهنا يتم حجب الضوء، يعني كميه الضوء اللي تخترق الماء تقل، يعني بحيث انها لا تكفي يعني لنمو هذه الاحياء المائيه، بالتالي تاثر على نموها. كذلك ازدهار نمو البكتيريا والطفيليات والأحياء الأخرى الدقيقة، فبالتالي قلل من قيمتها كمصدر للشرب، قلل من قيمتها كمصدر للري أو حتى السياحة أو الترفيه، يعني لما ما تكون فيها بكتيريا فيها طفيليات فيها كائنات ممرضة فبالتالي خلاص قلت قيمتها المصدر المائي هذا، يعني فلا يصلح للشرب ولا يصلح للري ولا يصلح للسياحة ولا حتى الترفيه، ماء غير صالح لأي استخدام. يبقى هذه أسباب تلوث المياه أو بعض أسباب تلوث المياه. عندنا نقطة راهي لنحدد أو لتحديد نوعية ودرجة تلوث المياه والحكم على مدى صلاحية المياه، توجد عدة فحوصات أو اختبارات كيميائية وفيزيائية. لابد أنا عشان بنحكم على الماء هو صالح أو غير صالح في اختبارات، الاختبارات هذه شنو الهدف منها؟ الهدف منها أولا الحكم على مدى صلاحية أو عدم صلاحية الموارد المياه المستخدمة، المياه هذه صالحة للاستعمال، يعني عن طريق الاختبار هذا أو الفحص اللي أنا نجريه حنعرف إن الماء هذا صالح للاستعمال أو غير صالح للاستعمال. ثاني شيء أنا نعرف درجة ونوعية التلوث كيف نعالجه كيف نتخلص منه، هذه فائدة يعني من الاختبارات اللي أنا حنجريها على الماء. يعني كذلك هناك بعض المحطات اللي تقوم بتنقية المياه يعني من عملية المعالجة، فعن طريق الاختبارات هذه نقدر أن نحكم أن المحطة هذه محطة جيدة تعمل بشكل جيد أو لا. يعني فأنا بد من الاختبارات هذه أو الفحوصات هذه أن تجرى يعني على يعني على عينات الماء عشان أنا نحكم على الماء صالح أو غير صالح للاستعمال. فعندنا من هذه الفحوصات أو الفحوصات الفيزيائية الفيزيكال اكزامينيشن، هذه تشمل درجة الحرارة الطعم الرائحة اللون العكارة، طبعا هذه يعني معروفة أن الماء مثلا درجة حرارة كذا، الماء ما عندهاش طعم ما عندهاش رائحة ما فيش لون ما فيش عكارة، هذه مقاييس يعني. فلما أنا لما ألقى درجة حرارة مرتفعة أو الماء فيه طعم فيه رائحة غير مرغوبة، لون الماء فيه لون فيه عكارة موجودة، فهذا يدلنا على أن في مشكلة، يعني في مشكلة في الماء أو الماء غير صالح للاستعمال. فحوصات كيميائية ايضا اللي كيميكال اكزامينيشن زي قياس رقم الهيدروجين البي اتش، يعني مثلا ما تقريبا بالنسبه للانسان رقم الهيدروجين ممكن 8، يعني لو قل او زاد ممكن في مشكله يعني في امواد مضافه في الى اخره. كذلك الاكسجين المذاب نقيسه المواد العضويه، فهذه الفحوصات الكيميائيه وهذه المعايير نحكم من خلالها اذا كان الماء صالح للاستعمال او غير صالح للاستعمال. في مصادر تلوث الهواء تلوث المياه، مصادر تلوث المياه أيضا عندنا مصادر تلوث طبيعية وصناعية ومصادر مختلفة. نجي النوع الأول هو التلوث الطبيعي. التلوث الطبيعي
يعني هذا ناتج عن تلوث المياه بالجو، يعني الجو او الغلاف الجوي يكون فيه مواد مشعه، يكون فيه غبار، فهذه المواد تتساقط مع الامطار، يا الامطار تتساقط معها وتسبب لنا في تلوث المياه. كذلك المخلفات الطبيعيه سواء للانسان او الحيوان، المواد العضويه الميته، كذلك حبيبات التربه، رواسب معدنيه لاثناء تدفق المياه، هذه نعتبرها مصادر تلوث طبيعية يعني للماء. النوع الثاني اللي هو تلوث المياه بالمياه العادمة أو الصرف الصحي الويست ووتر، فهذا النوع من المياه هي ناتجة عن أنشطة قام بها الإنسان، وفي الغالب ما تحتوي على مخلفات آدمية سواء كانت عضوية في صورة صلبة أو في صورة سائلة، كذلك مخلفات المستشفيات اللي تحتوي على مواد عضوية، تحتوي على ميكروبات وطفيليات وكائنات مختلفة، يعني تقوم بأكسدة المواد العضوية، الكائنات هذه تقوم بأكسدة المواد العضوية على حساب استهلاك الأكسجين الذائب في الماء. فهي إيش كانت الكائنات هذه تقوم بتحليل المواد العضوية، تستهلك الأكسجين الذائب في الماء. هذا النوع يشمل المياه الملوثة، يشمل أو يحتوي على العديد من الملوثات الخطرة سواء كانت كيميائية، مواد كيميائية أو عضوية، مثلا زي المنظفات الكيميائية، بعض أنواع المعادن الصناعية السامة، مواد كربوهيدراتية، يعني إيش مواد خطرة كثيرة تشمل هذا النوع من المياه أو من هذا النوع من التلوث، هذا النوع من المصادر، يعني مصادر تلوث المياه. نجي النوع الثالث أو المصدر الثالث اللي هو التلوث بالصرف الصناعي، أو بين قوسين اللي هي نقصد بها النفايات الصناعية. طبعا الكثير من الصناعات وخاصة الصناعات التعدينية تقود إلى تلوث المياه بالفلزات الثقيلة والكيماويات والمنظفات الصناعية، فنجد المياه اللي يتم استخدامها في الصناعة سواء كان في عمليات التبريد زي ما هو في محطات الطاقة الكهربائية، توليد الطاقة الكهربائية، أو في تنظيف الآلات أو معالجة المواد الخام وغيرها من العمليات التصنيعية المختلفة، مما ينتج عن من التلويث مما ينتج عن هذه المياه تلويث المياه بمستويات متباينة أو مختلفة يعني. فيتم تصريف كذلك كميات كبيرة من المياه الصناعية اللي تم استخدامها إلى بشكل يومي، يعني إلى مياه الأنهار، مياه البحار، المحيطات، وهذه المياه تحتوي على مواد سامة، تحتوي على أحماض، تحتوي على قواعد، منظفات صناعية، مركبات فسفور، معادن ثقيلة، يعني مواد سامة مختلفة نجدها موجودة في المياه الصناعية اللي تم تصريفها في المسطحات المائية وبشكل يومي يعني. فنجد أن المخلفات الصناعية أو تلوث الماء بالمخلفات المصانع يعتبر من أهم المشاكل اللي تواجه الإنسان. ليش يعني؟ لعدة أسباب. السبب الأول نجد أن المخلفات الصناعية هذه تحتوي على عناصر كثيرة ومركبات كثيرة يعني. ثاني شيء أن بعض هذه العناصر لها القدرة على الانحلال في الماء، وبالتالي تأثر على الكائنات الحية، يعني تنحل بسرعة في الماء وتأثر على الكائنات الحية الموجودة في المسطحات المائية. كذلك أن هذه العناصر أو بعض هذه العناصر والمركبات لها القدرة على التراكم في أنسجة الكائنات الحية، فبالتالي تؤدي إلى تلف هذه الأنسجة وفي النهاية تؤدي إلى الوفاة أو إلى الموت. عشان هيك يعتبر التلوث بمخلفات المصانع يعني من أصعب المشاكل لتواجه الإنسان. جي النوع الرابع اللي هو التلوث بالصرف الزراعي. التلوث بالصرف الزراعي، المخلفات الزراعية مثلا زي الأسمدة، زي المبيدات اللي تم تصريفها إلى المسطحات المائية أو إلى المجاري المائية، إذا تركت وخليناها بدون تدوير يعني هنا حتؤدي إلى تلوث المياه، لابد مثلا ندير لها إعادة تدوير. فإذا تم تصريفها بشكل مباشر إلى المسطحات المائية فبالتالي تؤدي لتلوث المياه سواء كان بالأحماض، بالقلويات، بالأسباب، مركبات هيدروكربونية، أملاح سامة وغيرها يعني دهون إلى آخره. فاستخدام الأسمدة والمبيدات لو استخدمت بصورة معتدلة حتعطي نتيجة، لكن لو استخدمت بكثرة تؤدي إلى تلوث المسطحات المائية وتتسرب أيضا إلى المياه الجوفية وخاصة الأسمدة الأزوتية، وخاصة الأسمدة الأزوتية. فنجو النوع الخامس اللي هو التلوث بالنفط ومشتقاته. فطبعا التلوث بالملوثات أو تعتبر الملوثات النفطية
من أكبر مصادر التلوث الماء، بالرغم من حداثة يعني برغم من حداثة يعتبر النفط نعتبر مقارنة بالملوثات الأخرى يعني، فيعتبر أكبر مصادر التلوث المائي انتشارا أو تأثيرا يعني. فيحدث التلوث بالنفط أو التلوث النفطي عندما تتسرب المواد النفطية إلى المسطحات المائية وخاصة البحرية يعني، وتصل هذه الملوثات إلى المحيطات إلى طبقات عميقة يعني تسبب في موت الكثير أو العديد من الكائنات الحية أو الكائنات المائية. النوع السادس اللي هو التلوث بالمواد المشعة. المواد المشعة هي المواد الصادرة من المحطات النووية، وخاصة محطات أو خاصة مياه التبريد اللي تحتوي على مواد مشعة تصل إلى المياه وتلوثها وتسبب أمراض خطيرة للإنسان. طبعا التلوث بالنفط والتلوث بالمواد الإشعاعية راح نأخذه في المحاضرة القادمة إن شاء الله بشكل مفصل يعني أكثر تفصيل. كذلك التلوث بالطحالب، تعمل المركبات الفسفاتية على النمو الزائد في الطحالب، يعني الطحالب يزيد النمو بتاعها، كذلك بعض النباتات المائية في المسطحات المائية المغلقة مثل البحيرات، فهذه اللي يتم فيها تصريف أو هذه البحيرات تستقبل مياه الصرف الصحي، قد تصل إلى حالات تشبع يعني مع مرور الوقت تخلو من الأكسجين نتيجة لصرف المخلفات فيها، فيتم إيش خلوها أو نقص الأكسجين فيها، وبالتالي يؤدي إلى القضاء على الكائنات المائية فيها كالأسماك والكائنات الأخرى يعني، وتغير حتى طبيعة الماء نتيجة لوجود الطحالب وبعض النباتات المائية، يتغير لون المياه، يتغير طعمها، تغير رائحتها يعني، تؤثر على الخصائص الفيزيائية للماء. كذلك التلوث بالأمطار الحمضية. الأمطار الحمضية قلنا هي الأمطار تحتوي على كسيد كبريت، وقد تكون أكسيد نيتروجين أو حتى أو أكسيد الكربون يعني. طبعا هذه الغازات تكون ناتجة عن صناعات مختلفة أو ناتجة من عمليات احتراق يعني، فبالتالي تتفاعل هذه الغازات مع جزيئات الماء زي ما قلنا وتكون حمض الأمطار الحمضية والمطر الحمضي، فبالتالي يعود هذا المطر إلى التربة وإلى المسطحات المائية ويؤدي إلى ضرر الكائنات الحية والإنسان نفسه والمنشآت الصناعية كلها تتأثر بالأمطار الحمضية. النوع التاسع يعني أو التلوث بالمواد الغير ذائبة. يعني المواد الغير ذائبة زي شنو؟ زي مثلا حبوبات التربة، زي الصخور، حبوبات الصخور، زي المواد العضوية، مواد ناتجة عن عمليات البناء، عمليات التعدين مختلفة يعني وغيرها. نجد التلوث الحراري. التلوث الحراري هو ارتفاع درجة الحرارة، ترتفع درجة حرارة الماء يعني سواء كان هذا مسطح مائي بحر أو محيط أو نهر أي كان يعني، فترتفع درجة حرارة نتيجة لتصرف مياه تبريد مثلا زي المحطات الكهربائية والمصانع، فبالتالي لما تسبب هذه المياه اللي تم تصريفها احنا حندرسوه بشكل مفصل التلوث الحراري ان شاء الله، فبسبب يعني تصريف هذه المياه الساخنه او درجتها حرارتها عاليه بعد ما تم استعمالها في المصانع في المحطات الكهربائيه يتم تصريفها في المسطحات المائيه، فترتفع يحدث تغير مفاجئ في درجة حرارة هذا المسطح المائي يعني، فبالتالي هذا التغير بيأثر على الكائنات المائية ويزيد من الكائنات المحللة ويزيد من سرعة تحلل المواد العضوية، فبالتالي يكون تأثير ارتفاع درجة الحرارة على النظام البيئي يكون تأثيرها هو القضاء على النباتات والحيوانات وسبب مشاكل خطيرة يعني. هذين يعني بعض من مصادر التلوث المياه.